السلام عليكم. اليوم سنروي لكم قصة اليهود الذين تحدوا الله تعالى أن ينزل عليهم مائدة طعام من السماء، وعندما أنزلها حدثت المفاجأة، ستتعجب مما حل بهم. نسمع كثيرا عن مائدة نبي الله عيسى السماوية والتي أنزلها الله تعالى لهم من السماء، ولكن لا تجد من يخبرك بتفاصيل نزول تلك المائدة وما قصتها وما الطعام الذي كان فيها ومن أين نزلت وما سبب نزولها، وهل عادت إلى السماء أم بقيت على الأرض؟ في هذا الفيديو جمعنا لكم الأجوبة المؤكدة على كل هذه الأسئلة مع القصة الكاملة لهذه المائدة وسبب نزولها، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أرسل الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل ليدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأيده الله تعالى بالكثير من المعجزات على طول فترة نبوته. فكانت أول معجزاته أنه تكلم في المهد ودافع عن شرف أمه، ثم أعطاه الله القدرة على إحياء الموتى بإذنه. ومع كل هذه المعجزات، إلا أن بني إسرائيل كانوا قوما فاسقين جاحدين، يقتلون الأنبياء ويكذبون المعجزات. ومن أشهر معجزات نبي الله عيسى عليه السلام هي إنزال مائدة الطعام من السماء لقومه، فكان هناك فئة مؤمنة من بني إسرائيل تدعى بالحواريين، ويقال إنهم 12 رجلاً، وكانوا أشد بني إسرائيل إيماناً بالله وبنبيه، فتطهروا من الكفر وآمنوا بنبي الله عيسى وبالله تعالى. وقد أمرهم سيدنا عيسى عليه السلام بالصوم 30 يوماً تقربا لله تعالى وإذعانا لأمره، فقال لهم: هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له. فقبلوا ذلك. ثم قالوا له: يا عيسى، قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له، وأمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا حين ننتهي طعاما، فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وقد ذكر الله تعالى آيات عن هذه القصة في كتابه الكريم. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقد أرادوا أن يطمئنوا أنهم على حق، ولتكون تلك المائدة عيدا لهم وفرحة تبهج قلوبهم، وخاصة بعد صومهم لشهر كامل، ولكي يزداد اليقين لديهم. فخشي نبي الله عيسى على قومه من عدم الشكر إذا قام بما طلبوا، فيغضب الله عليهم، لذلك قام بوعظهم ونصحهم قبل أن يطلب المائدة لهم. فقال لهم: أيها القوم، خافوا ربكم واخشوا أن ينزل عليكم عقوبة على قولكم هذا، فإن الله لا يعجزه شيء أراده، وفي شككم في قدرة الله على إنزال تلك المائدة من السماء كفر به، فاتقوا الله وخافوا أن ينزل عليكم غضبه. وما زادهم ذلك إلا إلحاحا على إنزال تلك المائدة. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. مما جعل نبي الله عيسى عليه السلام يتضرع إلى الله في طلب المائدة نزولا على طلب قومه. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فما كان من الله تعالى إلا أن استجاب دعاءه وأنزل مائدة طعام من السماء، وقام بإنذارهم أن من يكفر منهم بعد هذه المعجزة البينة فقد حق عليه العذاب. كان الناس واقفين ينظرون إلى تلك المائدة وهي تنحدر من السماء أثناء نزولها بين غمامتين، وبينما كانت المائدة تقترب من الأرض، كان نبي الله عيسى عليه السلام يدعو الله تعالى أن لا يجعل هذه المعجزة
نقمة وحجة على قومه، بل يجعلها رحمة ومكافأة وبركة لهم. فلما استقرت المائدة على الأرض اجتمع عليها الناس، وقيل إنه كان بالمائدة سبعة من الحيتان وسبعة من الأرغفة وخل ورمان وفاكهة، ومعها زيتون وشيء من اللحم. فرفض الحواريين أن يأكلوا منها خشية أن تكون عقوبة من الله لتجرؤهم عليه. فلما رأى نبي الله عيسى ذلك دعا عليها الفقراء والمساكين والمقعدين والعميان، وقال لهم: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله عليه. فشفي هؤلاء المرضى وأصحاب العاهات، كما أغنى الله الفقراء الذين أكلوا من تلك المائدة. فندم القوم الذين لم يأكلوا منها بعد أن رأوا البركة والعطاء الذي ناله من أكل من طعام المائدة. فلما رأى الناس ما حصل مع الفقراء والمرضى أقبلوا على المائدة، فلم يبقى صغيرا ولا كبيرا ولا غنيا ولا فقيرا إلا وأكل منها. وبعد أن أكل منها الجميع صعدت المائدة في ذلك اليوم إلى السماء، فكان الناس ينظرون إليها وهي تبتعد عن الأنظار حتى اختفت. وأمر الله تعالى هذه المائدة أن تستمر بالنزول عليهم، فكانت تنزل مرة واحدة في اليوم فيأكل الناس منها، فكان يأكل منها كل يوم ما يقارب من 7000 شخص، وكان آخر شخص يأكل من المائدة كأول شخص يأكل منها، فلم يكن الطعام ينقص أو ينفد. ومرت الأيام هكذا حتى أصبحت الأيام 40 يوما. وبعد أن اعتاد قوم عيسى على المائدة وما فيها من طعام، أراد الله تعالى أن يختبر إيمانهم، فأمر الله نبيه عيسى أن يخبرهم بأن تقتصر تلك المائدة على إطعام المساكين فقط، ولكن الأغنياء والمنافقين من القوم لم يعجبهم ذلك، فبدأوا يعادون الفقراء ويغارون منهم. فرفع الله المائدة عنهم بشكل كامل، ومسخ من عصاه منهم إلى قردة وخنازير. وهكذا انتهت قصة المائدة، فكانت وبالا على الكافرين وعطاء وفضلا من الله على المؤمنين. ولا شك أن بني إسرائيل كانوا يحاولون إعجاز أنبياء الله تعالى، فبالرغم من كل المعجزات التي قام بها نبي الله عيسى بأمر الله تعالى، إلا أنهم لم يؤمنوا به في آخر الأمر، وحاولوا قتل نبي الله عيسى وصلبه قبل أن يرفعه الله تعالى إليه ويحميه منهم. وسيعود في آخر الزمان ليتبرأ منهم ويخبر الله تعالى أمامهم ليقيم عليهم الحجة أنه لم يقل لهم أنه إله. ومما يشد الانتباه أن المائدة التي طلبها بني إسرائيل بعد صيام 30 يوما، يقال إن هذه الأيام هي ذاتها شهر رمضان الذي نصومه، وأن عيد الفطر كانت بدايته المائدة السماوية، فهي تخليد لهذه المعجزة. ولكن المنافقين والمشركين بالله طمسوا هذه الحقيقة وحرفوا الآيات في الإنجيل والتوراة لكي لا يكون هناك دليل على صحة الإسلام في كتبهم. فاللهم اهدي عبادك إلى طاعتك، وامنن علينا بالرزق الوفير، وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة دعما لنا، والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.